كرو وعلى ونعكسن ذي لحن تيم باي خيارتها وذا نقل حجي دايوا مركلا يبرامج كني فاقدا دور ركا قضو بدا دور ركينا كوم اغلي دونتان وحا كمي دا حالات دا دول ديگان كاسو مالي دا يا قصرنا يدو قبيا حان با وذي نقاميات كي كبيا دي دي سامي قيب سيش روينها قران اما ضدك لغو حولي دول ديگان كاسو مالي دا وي قبيا حان برشدين مركلا كوبرا روكتي يدو حالات دو عرقا وسكو شرير تيه مدحوينا حد دقان كاسو ماليدا مصطفى محمد عمر ايا سخوية ري وضيا شاسية ايا لو بودهان الوحري مدحتو يدا هل كان هو شر الباب بدا وحران وكدا عي حاسي يشي قبيا حام با هل كاس واحس فاهنا كمان عوارا لو كرا دالي ري ايا لو مدحوينا حد دقان كاسو ماليدا وضيا شاسية وشيغ اي قضا باعد هل كان يواتكم مغلي دونتانا سيدوك الادي السبب ايا امر لغسو ري ما داما قبيا حام با وفشل مي شركي سعودي مدوين كان باي سيدا حبسميدا لوغا سعودي ديغان كاسو ماريدا جيك جيغان لوغا سو قنانو دي يهي دولد دفدرال كنا وقاري كبي هاما كوميشن كي واح اوغي مدهور الكودي يقو بيهان شركة كو قماريا لو نجرين ايادو دولد دي توب بيان لوغا فردي وجواب اي كبي حسن ديد مدى اي حان ايداد كاسو ماريا دي سيدو كالاتي ملحوين اكو حقان كي هوري ديغان كاسو ماريدا عبد الفتاح محمود ايا كتل ما ماي ارنتان انا يتحايي دولاد ديگان كسوماليدا وكوشيغي انا السياسة دوض وعينهين متفالي دا واحنا ايوه يكدن بيان داد كان عيد دمين دابو يشرقو الله هوري اوغو ديگان ماانتا انا يجيجيجا اي شاقات احمارا اما يشاقت انا يمتلاد كو يالان ايسان اي تحايي حالة دا اور اها متقبيا هام بالوقي من كانون ديگان كسوماليدا وفرحاكا بحايي وربكا اوه نانافع ياسلا جواب لغا سوغيا ما داما اي اضياشو ارتان كوغا عن سعيدان اونا الفن وايدي قدن بيسي باي كد ديسي ديگان كسوماليدا يين او بضان تاي اري مركلا جمهدا كد اللاعان ارتان اي او تاي خير شعبك ديگان كسوماليدا اي اي اضياشو ارتان اي كوبرا رجيان ان يراد اي شعبك ديگان كسوماليدا حسي شاها دي اضياشو مركلا كل لاتان هول كاسي اي او بضان تاي حالا دوين اي وجي كلا يلتو اي رو اي كان دون زميد جبيا هم بانسي جوب جوبا هال كاسي اضياشا اي لوغو حاري اي لاباتان يشان تقف اي جبيا هم عارتان اي كوح حسن اي ارمو اي احمارا لو قيبي اي او جبيا هم با ابا قد اياشا هول كاسف كهرب وعي اي را كود دو دي اي جيج جيجا متلات كول ايهين جبيا هم اي ناكتا رزول دونين هال كارا اي كوسي عاد كيسان دونان حوغ قفانا يدقال لأد عرس وفرحة لغاق قبتي كغجرة دولايد كان درزي ايضا حالك اسياس كفر سايران ايو يملتري قدل كإيتوبيا عيدا ما آد اتربضان عد يقول كدقال لما يقو عيدا كدولود إيتوبيا ايا حالك اسي كسور ايضا كومبولجا يدزبا اي سيوسكم من احدقال لدو اي اغسعون يب ريزي الوزارة دالك إيتوبيا دكتر أبي أحمد ايا اوقيلا الانتق دالك روشكا ايضا ساعة كور اما سلام ورکن هرش آخوشگ نی ایدار اوکرایم ملایشی وزارت گشان دیگه یه ترسک ملتریگ دلک ایتوبیا ابی احمد و گارد دلک از روش که ایالا فرای ایرو گرگار دک دیگه او حکومت سلوک بدبادی نیست اوکا دل بدو سیدو کلیت موسابیع عبدی و من حمینه هم مملکت سومالی نیال وعی دی ایرو با وی اما دعای جبیه هم به diyaaradii oo ninka aanaha ay soo gatay nin rayid ah ama dadka deegaanka ah geysa oo gabadhan uu ku faaray asan wax sharciyada u haysan uu ku dhajiyay calanka Soomaaliland iyo boor kale lagu buufiyo oo lagu sheegay inay dawladda Soomaaliland soo gatay gudi ka hadda ayaa sheegay in diyaaradan gabadhan baan ahayn diyaarad qarniyada la sameeyay 4 sano ka hor la hagaajiyay gabadhan ay noqon doonto mid lagu shaqeeyo shacabka Soomaaliland inkastoo Muuse uu kaambeynkiisa ka dhigalayo gabadhan Soomaaliland uu rashiin lacagaha kaga bixin sidoo kale ta dawladda Masar ayaa diyaar garowga ugu dambeeyay ku jirta iyadoo ciidamada Masarna sheegay inay ka soo hormari doonaan waqtiga loogu talagalay inay gudaha Soomaaliya soo gaaraan kumanaan ciidanana heegan la geliyay qodobadaasi qodob kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna barnaamijka waxa ay kala qayb galaya saaxiibkay gooni goriyum soo dhow waxaan tagaynaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka ee Soomaalida xaaladdu way qasan tahay shari laga soo bilaabay ilaa waqtigan aynu joogno xaaladdu way qasan tahay cirka ay isku sii shareereysa marba marka ka dambaysan dadka fahanka iyo diidmada qayaxan iyo sida Itoobiya aad wadahay inay tahay waqtiga la iska caabin lahaa ee dadku ku baraarugayaan baraha bulshada saa u jeegtana dadku dhammaantoodba waxaan moodaa inay aad uga xanaaqaan wixii ka dhacay Jigjiga ودتكو إنه هذا هوب كبابان أما جبيا هم بأي حريها إذا كنت أتاه حالات من وجه كما كشاء أيها اللقاء بغيا وضياشي دي دي حالات دي كتنا علي
هولكي كلن كوكس عدي لوجه اللي ديان كصومال سامي أما تذكر لك قاعد دونه ترى ده عاد كوير يا أبا جبياش هكذا السوق نبي وضياش كان يصدق كسر بعد رمضان يا أحمر ده إلا بعد كان يشان توقف الروس صدر ترى ده اللي دتك ديان كصومال ده وحاله وران مرك وانت كل يقرأ بقول قف ورجعين ديان كصومال يشان حس شو حيا ياب كل حواه تضوعات يشان قف يا روس كوبي ماش إلا بعد كان يشان أبا جد وكان يصدق لشيء إني ديجك سومالي مترات كل إني أجمدين لما كرم يوم ماشى ديجك سومالي أي مترات إثيوبيا يكون يلا تم إثيوبيا يكون يكون يشم صوت تيم موجين حلوة إثيوبيا وديجك سومالي بس برضو أما وزير حكيم أم وحبا موجين بل لكن ما أنت يا عرض وجه كلا يلا وضع إيش هسيب حا هرك أي دين مدرك يا حكليه من جرا دول أو ها ما أنت إني حاجة ودريد أي دولار عنده جرا دولار oo si weyn ugu xusmaalay taariikhda deegaanka Soomaalida iyo xaaladda deegaanka iyo taariikh soo jiray kana deegaan in badan soo jiray haddana odayaasha deegaanka mid ah horena uu ahaan jiray general military dowladdi maxamed siyaad barra kamid ah ayaa odayaashan warbaahinta la hadlay kamid ah waxa uu sheegay in loo sheegay in ay Itoobiyaanku ay kuleen matalaad magaalada Jigjiga lama dhig deegaanka dhan waxa dadka 25 qof Jigjiga ayay matalayaan Jigjiga way idu dhameysay oo ka hadlayney إلا ربعين اسمه المجال اللي قدره إن إثيوبيا كتنا عود حيسو طلع اسمه هذا اللي يركب جورة بيحتويدين ورجيسو قدر يجورة برامج كده مش عدوان وين وأبوي عاد بعد هذا برامج إسكع عدا قضياش أبوي بدل الدين من القيح كله ريد وقضياش قبل كفافن ولا شيء واه والوجيري لبعتني شن تم قف إثيوبيا بحاجة مركب اللي لو حاجة هاد وجيك جيك جيك سرعان وجيك حاجة إثيوبيا بتلاقوا يشان وحاجة هاد كمانات إثيوبيا كده جوج جوج أي حقوق كله تمشي ضد كدين كصومالي ده الوقت اللي سلبي التمن كم مليون اللي كم بدين تضوات قفل الجو والله ربعتن إثيوبيا عن هالحافظ وده جل أود الجرين ربعتن يشوف قفينا كل يشان وارد الرياب كله بري ورقة ورقة سلبان وحالي ده ركون تون قف بري ما ده ربعتن يشوف بري بري من حالي ده ربعتن يشوف قف خرابه صدر ده ركون تون قف فلوس ده ده هوش ولا إيه كأيس كشرة مرك أنت هسيت عضي مهويه دين كصومالي شرد دك دك أيوة الله يشي ما أنت قضياشي يقول لي شيء هو من احتويه لو يعني ضاد أدق والبابد يحرين والباهين ترى لو دي ده يلا جري وحرام وحيرنا مو أنت أنا أدق بسوي دوين أنا ربعنا ضد كيف تبين الحين هدي عنك سو مالك إنك سو عدد بدنا ولا كل مايو ومن حوينه وحم بدي يلا بعطيني شنطة وقفة وواحد سو ولا سو قري قرش ما هو مصطفى اللي يمد قرش كسو قري شعب قد يعني دول دين سو مالك ما وقرش مصطفى كوي ونا كان لكرين وضياشون عصير حقوق زرادين مصطفى لفتيزه يا وضياشو يحقوق زرادين يال مصطفى وحوش شيء إن أي جيران ضد أقوى ترى بدل إثيوبيا وما يلا تجيك دكان وحوش شيء إن أي جيران إثيوبيا المسلمين ها وضد كده يعني سمعنا كده سنقبل الله شيء أو قارع كده بحية أو لا شيء وبيران حتى مرة ورمين تود كم غليزي لما بقول يوم كنت وقف أحمر أو شيء إن يكون بيران بيان كم بيلا سمعنا تجيك دكان وقارع كده مسلمين أيهم قبل هذا الجزء أيون الجزء ما أنت لك بيلا من أي سمعين لكن واحد وبرامج كي أرمض أي شيء سهل ماشي بحاجة جبوتي شوف بقول كل وقفة نوجت هل جيسب بقول كل وقفة نوجت حمر يا هذا كبل لوني هو البرامج هو برامج هو عبد واه هذا من الحين تيجي تقول عليه وهو قارك هنا لبيع سكوت ريسين ما لك جستة وده كم بيدا عيرو فيسبوك سو قري من الحين بقول كم تنحون عش يا جاي ما كانت شري أدواء جل ريسين كمان كي تبيك الله يرنا كنوب بير قارك هنا لبيع نيا المسلمين ريسين الله يرنا ما تلاقي بلاه ما كان أصلاً بقارن سوالف ولا كون ريسين سمين ده وين أرتن أنا بس بحاول تقول جل ريسين يونجير وده مرك واحد كون جوابنا ويني madaxweynaha iyo odayaashuna gabeeyaanba wax dhaxmaray oo heshiis mar wara loo kara dareeray ee dawladda ee Soomaaliya ayaa badal maray xadii ayada oo u baahan in la difaaco dawladda ee Soomaalidu marka waxaan rabaa in aan wax ku soo laabanay inaan wax ka weydiyo bidhaan oo xogtan si weyn ula socday xaaladda cakirinta iyo urur koorana wax ka digay oo soo cadaaday shacabka deegaanka Soomaalidu soo wax baa jira laga yaabo inuu aduun shar inuu ku yahay laakiin khayr ku noqday jira arrintan waa arrin baraarujinta iyo shacabka deegaanka sidii ay maanta ay xaqoodu dhacsan lahayd oo hormuud u noqonays bidhaano bal arrintan waa la socotay maxaa kaloo ugu soo biirmaysaa doctor shaqo waad mahadsan tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dhax kastaba shiliska isriigta lagu qaraa xaaladan hadda taaganna de xaalad aan filaynay inay dhacayso weeye marka aragnay qaabka urumizmka uu u shaqeynayo waxyaabaha ay doonayeen wax inuu imaanay aad ogeyn buu ahaa awl xuduudaha laga soo bilaabay dadkii la soo barakiciyo
dad badan ba laga soo kaciyay matana xuduudaha oo gudaha dowladeed matana soo galay oo dadka oromada loo soo diiday ee laakiin inaga soo dhaweysanay oromadii waxa soo dhaweysan axmaaradii magaalada jigjiga maanta hadaa fiiriso boqolkiiba 40 bay ka yihiin matana qoomiyadaha kale laakiin inaga ka Soomaali ahaan markaan nahay xaafadaas yarta ee booliy ma ogeyn matana meel kale oo ma jirto meesha matana silac iyo xaafad lagu degan yahay waa la ogyahay dibba dadka ka heesta ee hadii qof Soomaali intuu baxa maanta uu taa dhulka oromada ma degi karo suurtagalna ma lamana ogolaana bahardaar baa tagi karin oo maqalada tagi karin in arday jaamacad uu inta laga yaabo laakiin cid kale matana deegaanka ma dhigi karaan kama shaqaysan karaan laakiin inagu way noo imaadeen wuxuu dhan baa matana meesha joogo ninkana dee dhul ballaarsigii uu waday haddii aan jigjiga laga soo bilaabin oo saaniqashiisa ku yeelanin kuma yeelan karaan Hargeysa iyo Jabuuti iyo Muqdisho kuma yeelan karaan waa inta horta soo mariya marka hore markay tan saaniqashi ku yeeshaan oo berina matana qabiidaha iyo ay ku yeeshaan hadda matana qoraxay berina loo imaado waxa ku xigay socon gobolada kale ugu socon ha markay tan Muqdisho tagaysa oo walaalay matana qayb ay ku yeelanayaan marka muddo wax soo socday ya hadda la hirgelinayaa Mustafa marka waxa weeye urkoona la isku leeyahay cadaan matana uu hadlay waxyaabo ka hadla waxa ka mid ah calanka in la bedeli karin oo la bedeli karin mataqaanay astaamaha ee uleha wadanka uu leeyahay oo ay ka mid tahay mataqaan lagu dari karin gobolka hadda ee oramada iyo xeelada tirada baa la sheegayo xitaa wuxuu ku dhaartay haddii isku dagaal xitaa inay talaabo qaadi doonaan oo cad mataqaan la sheegay marka waxa weeye Mustafa maanta haddii arrintaas uu wato ninkaas marka hore matan xamaar baan ku tuhmeynay inkastoo aan lahaynin wadani ah weli oo dhankaas matan xogaa tuhmad badan ka qabnay laakiin hadda waxa noo soo baxday xamaar ninka inuu ka sii fog yahay maanta orma uu inoo soo raacay yaan aragnaa ibil weey maanta jigjiga watan boqolkiiba 25 hala siiyo dee wax suurtagal ah matan maaha marka odayaashii maanta arrintaas sameeyey way ku mahadsan yihiin inkastoo cadaadis badan iyo dhibaato badan ay la kulmi doonaan abwaan weyn oo deegaanka aad looga yaqaano abwaan xasan xukun garaad garaadsa inta badan daatooyinka calaad samayn jiray yaa wuxuu yiri jigjiga joogis ma leh kismaayaan tagi ismaale wula waan garta oo ka wada kismaayaan ma tagi karnaa nolama ogolo oo waa kan baryahan la diidaraa xuduudaha la xiray tana joogid ma leh oo meel joogay maanta maalmaanta orma matana yala leeyahay duurka hala galo duurka ugu dhow dambe dalta inoo magaalada ka baxo duurka gal markay abi waxuu ka karinayaa dadka buu tijaabinayaa inay arrintan ka kacaan inay ka godadaan haddii ay ka godadi waayaan maanta la marsiiyo haddii la marsiiyo horta waa marta haddii ay ka godadaan 20 sano dib u dhacay haddana matana ajendaha ay wataan loo fiir barnaamijka loo socday marka hadda marka wakaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay bidhaano saaxiibkay goonina asna waa soo dhawayn goyn maxaa ku darsan lahayd xawladu way cakiran tahay dadka maxaa ugu baaqalay deegaanka sida waa maasan tahay horta dadka dowlad deegaanka Soomaaliyeed waa dad dadaalay oo markaasi hal gandheer soo galay in muddana magaca Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka inuu jiro kasoo shaqeeyay cagjar waa run nin dadaal badan sameeyay waaye difaac badan galay dowladda Itoobiya la dagaalamay waa ninka kaliya hadda taagan laakiin dhibka jira waxay tahay cadaadis la dul saarayaa wax uusan qaadi karin wax uusan awood u lahayn maxaa la waxaan oo abagadhayaashi waxaan ayagaas ka dabwaato filinkan marka cagjar waxa waa dhidhig labada dhinac ka gubto noqday dhinacana waa dadka Soomaalida karkarana ay leeyeen oo neew Itoobiyaana noqoto ama xaraan noqoto kumaana badin dhankaana nimanka Itoobiyaanka waxa leeyahay wariya Soomaalida naga hilisay nin oo fiican ma tid marka ninkaasi labada dhinac ay ku gubtaan dhig karnaa laakiin dadaalka uu sameeyay odayaasha la tashiga uu sameeyay iyo hadda waxyaabaha dadaalka badan uu sameeyay waa ku taageerinaa laakiin in oromo la yiraahdo dowlad deegaanka Soomaalida matalaysa oo 25 qof oromo ama xaraan la isku soo daray la leeyahay 100 qof oo Soomaalida matalaya taasa dhimasho ah oo magaca Soomaalida la tiraya la sheegayo ayaa toos u soo baxayso marka waxaan leeyahay shacabka dowlad deegaanka Soomaalida waa shacab sharaftooda ilaashada waa shacab Soomaalimada ku weyn tahay waa shacabka Muqdisho iyo shacabka dowlad deegaanku isku qadiyada ka yihiin maxaa la yiraahdaa la dagaalanka Itoobiya marka waa aaminsanahay inay diidan yihiin fikirkaas laakiin waxaan rabaa cagjar in xoogaa in dadka hadda oo la tashanaya odayaasha kaliya oo la tashto oosan cid kale u gudbin Itoobiyaanka warkooda inuu iska diido xitaa hadduu asaga xabsi u galay xitaa hadduu xilkiisa ku weynaayo wax Soomaali aan dan u hayn yoosan usoo qaadanaan dhihi lahaa dadka dowlad deegaanka Soomaalida ha isku tashtaan go'aan hal gaaro oromo iyo wixii la socda way soo dhigteen dhulka Soomaalidana doonaya inay qaataan marka la isku tashtaan dhihi lahaa waad mahadsan tahay gooniyow sidoo kale jigjiga ayaa laga sugayaa weli amaandhaho waxaa go'aan laga sugayaa magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaasi Itoobiya maadaama gabi ahaanba uu halka galay
شركي لو وداي يجيبي هم دكتي لو رورنا يي يمارتاي إرجوين كيبا حالتنا أيام إثبات شيء إن الدولة دخل على كوا إجوا عن كسر ساعات أرنتاسي ويقول بدن تهدين عدد أنا أضيعشان أنا لكل من أما جبي هم بعند لقوا قصبنا برامج كاسيل للغسيل إن الدولة دو أرنتاسي أكلها وتسوي برامج أصي السعودة سكستوا يا تبع شعب الدنيا كسمان ويب برارجين حتى صار إقاطنا والله إفيه أنا سيدو كلام مدحوين كحجين كي هراء الدجان كسمان عبد الفتاح محمود ودولة عبد محمود عمر أي قرار نرى كسمي أرثم وحاول الشيء إني دولت الدجان كصومالي أتنا يلصتي ربيتان كرمضة يقاب كأي وحودن وحاول الشيء دولت دي هرو لسه شفين دري أما دولت عبد إني أرثم أي كبر روسند لكن أي دولت سمين تتي برساعة كستا سير رمضة أنا تجوع قصو قال إني لا تجعلته وحدودها أنت تجعلك كفرته رمضة العبسي اللي فوقيه ما هو الكودس كده رجسوا كشئ أي هجرم سوالف ما أك جبنا لاره لكن دولة ديك سوالف يكشعين الساحل بكت قتي سود ويسبتي أبي سنة قدر هقولي بديرة كل عي دون تدار موي وعسكا كل مدحونا ديك كل هذي إنه أرمادا سوين سكوسون سجد جبيي وجبهم بقول لا دي عربك لكن ما أنت إن أنت جد دجان ودجان مستين أي سرعة وهذا أنا أي تايبوري جوابت مصطفى أسعار التاريخ كحو سران دونا قولي سوكر دادو ديك سومالي دا أيو غوبا عقاي إنه دالكوض إلاشا وردان لاميه لددو اللي هلاب يري حانيها إسقبتا أيو المودي مدي حوين كحوين كهوري ديك سومالي دا يبقو دادك قولي يسو قولا فكري أما عرين عرين تاني قو قولي يسا أي سووين أي قطابتي عدادك أي فاروكو سيسو عنو داقالا أبو علوس أي كسو عنايا waa magaalooyinka ugu istaraatiijisan deegaanka ahmarad dawladda Itoobiya ayaa dagaal iyo dhul ah oo kala joogs ilaahay uu abi ku sheegay in xogaa gar dib loogu riixayo iyo qaaday hase yeeshee halkaas waxa ka dhacay jab iyo nasabeed iyo hooyo abaa marta ayaa ka dhacday xogaa gura gabi ahaanba gulo waaweyn waafaan ayay ka gaadhay dagaalkaasi faana ayaa sheegtay haday gabi ahaanba ay koombolje iyo deegaanasi gacanta ku dhigto wax kale yimaada in aad sabo loo jahaysan doono hawshuna aad bay wada tahay halkaan waxa ka soconaya in riyaag iyo hubka dhawaaqa ka yiri ay gabi ahaanba shacab deegaanadaasi ay ka barakacayaan ayadoo moodid xoog faaro in isticmaalayaan awoodahoodii ugu dambeeyay abi axmed waa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa u boqoray dalkaasi ruushka abi axmed ayaa sheegay in ruushka taageero weyn ka raadsanayaan abi ayaa markasta ay xaaladu ku cakiraato waxa wardaa dalalka uu ku tuhmayo inay hub iyo diyaaradaha casriga ay ka iibin karaan abi tagitaankiisa ruushka ayaa ku soo beegmaya iyo faaray oo wale ay hore u shaaciyeen inay ku baratamayaan magaalada Addis Ababa halkaan ay ka dagaal gali doonaan inkastoo haddaba ay la kulmayaan dagaalo culus oo ay dawladdu ay qaadayso oo dhan kastaba ka soconaya abi axmedna wuxuu ciidan lahaa gabi ahaanba xoogaa gan ayuu u diray welina dagaaladu way soconayaan sidoo kale abi ayaa halkaas kula hadli doona meel waa dalka ruushka madax kale to halkaas ay ku kulmi doonaan oo sida aan dhaho India iyo China ayadana uu dhaqdhooda ugu gudbin doona xaaladda dalka Itoobiya inkastoo horeyna uu qaramada midoobay ugu diray Itoobiya inay gargaar degdeg ah ay u baahan tahay qodobada kale ee wararkan ugu maqli doontaana waxa kamid ah Muuse Biix Cabdi ayaa lagu eedeeyay inuu boobay si ka baxsan sharciga Soomaaliland oo ugu tacadiyay diyaaradii dhawaan oo nin shacab oo reer Soomaaliland ay soo gatay waa diyaaradii Muuse isku sawiray hawada la galay la dhicigaaday midayoo la jiday la soo sawiray waa diyaaradii uu Muuse ku sawiray calanka Soomaaliland iyo astaamo kale tan waxa la yiri nin ganacsada ayaa soo gatay niman carabiya cadaan oo ruushka oo diyaaradahan oo ku wax tababar ah ayuu ninkaas u keensaday wuxuu rabay inuu dawladda dhaho sheer kula galo waxba inay ugu tababari dhalinyaran tareerisiin laakiin uu dhaqaale ka qaato uu ganacsi diyaarada ganacsi u ka dhigto laakiin maamulka Soomaaliland ayaa xoog intay ula wareegeen way calankana ku buufisteen taytan ugu yeedheen diyaarada ayaa soo gadanay dawladda ayaa la iskale arrintaas oo Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ay ku tilmaameen boor isku qaris iyo fashil weyn oo soo wajahay gabi ahaanba maamulka Muuse Biix Cabdi Axmed waqtigooda inuu dhamaaday maalmo yar ay u hadhay doorashada maamulka Soomaaliland oo kana oo u dambeeya haddii ku soo dhaweeyo saaxiibkay gooni ee gooni masar markale ayay hadashay waxay sheegtay inay ciidamada Soomaaliya ka hawlgali doonaan ay waqti ka soo hormari doonaan bisha 12aad iman doonaan ayagoo isku gaa inay 2025 ay yimaadaan atmis waqtiga ay baxayaan ama kuwa cusub ay ku biiraan
هاوشان يتوقع عبسوه ميكو بيرتالي شده واسح ان مصر وحال شاق ان عيدما إسراكيليا كجوغان قدها صوماليا لانك اللي بشي هوري ان وحين قاريان كون اسكري كون قاس اسكري وحيسوكو جران طابا بريال ان ليال يكو حرويك لو ديارنوي مركا وحيلة تهي ان ارتاني اي هورو داعي تهي بيش نوفمبر نا ايمان دونان ان عيدما ادو فربادن او مركا سكا ايمان دونا دالك مصر وحال شاق عيدما دان يكو بسين تانجيدا يهوب كعلوس اي ديارة عسرية لما تودنو حيكو القل دونان قدها صومالي قاران كونفورتا لولك هادي توبي اي جوكتو او مركا سي ان باي بكولي جدا كميدا هايانا لجين دونا وانا ميلها امني جيدا يسوق دونان سببتي توبي او بقى سي عيدما دا سنوا سببتها سي سببتا لولك اي قد جينينا لغوري جين دونا تيدا كلاه وحجر دونا عيدا مكلا ايغانا لغوش ودر دونا بك الى تريا كي ايمان دونا او عيدما صومالي دي كو الى تريانا نفت كودو حكي قبقى قادم دونا هول قلدا دي لعال دولو دي توبي ورسو قادو ان عيدما دي لغور جين لها ايغ نفت كودو لدياري حالة دو مركة مسهلانو ان ابي احمد وكا هادر هوش كو ارضي نفكر رادي ورساس ايهو بي وحكا دونتي او فانا دي اللي اسكي علا مقالا دي قبصان ايسا صومالي مصر نو ايدار تاي روشو هلي سوگارو كان راهي مدح ديبتي مركة حالة دو مسهلانو ان ابي احمد ان علاسو وجهيا دورد مصر نو علاس كاسا ايقاب كتاي ساند ملتري وعسر نو سودا صومالي ندير قرو وكجرتا دا حالة دو ماشي قدن بيسا ان ارك دونا شدو أديات بو مهتسين قوني يبدان برامج شاك رأي ملفق نقارسية قبي حاما برامج كان انتا يمكسو قبقبيننا انتا برامج كان برامج الميدا كوكو الميدانو سيدا ينا بالقليل.